شرعنا اليوم في ترحيل أزيد من 300 عائلة لبلدية بجاية، والبداية اليوم كانت على مستوى الحي 27 في وسط مدينة بجاية، بحيث استفادت هذه العائلات التي كانت تعيش يعني في ظروف غير مناسبة، استفادت من سكنات لائقة تتوفر على جميع المرافق الضرورية، مما يوفر لها بيئة معيشية أكثر يعني أكثر راحة، وهذا على مستوى المتواجدين يعني الآن على مستوى القطب الحضاري. لالا فاطمة سومر.